يعطيكم العافية. أنا الدكتورة غدير سلهى، بشتغل في وحدة الثدي مستشفى بيت جالة الحكومي. نحكي اليوم أعراض اللي بتظهر على السيدة اللي تستوجب عليها إنها تتوجه للطبيب. طبعا أكثر الأعراض إشاعة اللي ممكن السيدة إنها تفحص حالها اللي هي الكتلة، ممكن تشوف كتلة في الثدي، أو إنها تغير في شكل الحلمة، نزول مادة من الحلمة، إفرازات سواء لونها كان أحمر أو أصفر أو أخضر، لازم تتوجه للطبيب. تغير في شكل الجلد أو خشونته، وكمان تغير في لون الجلد. هاي الأعراض إذا وجدتها السيدة عليها أن تتوجه إلى الطبيب وأخذ المشورة الطبية. طبعا مش كل عرض يعني سرطان، يعني مش كل كتلة تعني سرطان، يجب أن تعمل الفحوصات الدورية وتعمل خزعة واستكمال الفحوصات ثم يتبين ما هو المرض الموجود. يجب عليها أن تعمل الفحص الذاتي شهريا في البيت بعد كل دورة لما تتحمم من الدورة، وإذا كانت في سن الأمن ما في دورة تحدد يوم بالشهر، مثلا الخامس من كل شهر أو السابع زي ما بدها تعمل فحص. يفضل وهي تتحمم بيكون أسهل مع الحمام والصابون، وممكن أنها برضو قبل الحمام تستلقي على السرير ثم تكمل الفحص في الحمام. هلأ بدي أحكي على طريقة الفحص الذاتي لأنها كتير مهمة. طبعا هذا الفحص الذاتي قلنا كل شهر سواء تجيها الدورة أو لا، وفوق 40 سنة في كل مراكز الصحة في فلسطين، فحص مجاني سواء معك تأمين أو ما معك تأمين، توجه للصحة كل سنة مرة تعمل فحص الماموغرام اللي هو الأشعة، وفوق 50 سنة كل سنتين مرة، وإذا وجدوا أي مشكلة يتم المتابعة مع السيدة وتتبع السيدة. كيف إجراء الفحص الذاتي للثدي؟ أول إشي تقوم السيدة برفع يديها تنتين، تنظر للمرأة إذا شافت أي إشي، ثم تقوم بوضع يدين على الخاصرتين بهي الطريقة، بعدين تفحص الثدي الأيمن في اليد اليسرى والثدي الأيسر باليد اليمنى. يعني تفحص الثدي الأيمن لازم تكون إيدها فوق رأسها، تفحص الثدي الأيمن بتحط الإيد اليمنى فوق الرأس وبتبدأ تفحص في الثديها في اليد الثانية، ونفس الشيء للمنطقة الثانية. مثلا كيف بدأ أستعمل هدول 3 أصابع بالباطن اللي إلهم، أعمل خطوات من المنطقة القريبة للحلمة للمنطقة الأبعد بشكل دائري، يعني بهاي الطريقة بضغط على الثدي بهاي الطريقة، مش بشكل سطحي ومش بالأظافر، في باطن اليد هيك عشان ما أضيع ولا منطقة، بعمل بشكل دائري بهاي الطريقة. بتكون طبعا قلنا إيدي ورا راسي الشمال، بعمل به. إذا شفت مثلا حسيت هون في شغلة، يعني ما بعرف شيء ممكن كتلة، أو حسيت أي شيء صار لازم أفحص المنطقة الثانية. إذا لقيت نفس الإشي بالعادة برتاح، أما إذا هون إشي يابس وهون ما في لازم أتوجه للطبيب مباشرة. ثم نمس المنطقة تحت الأباط، نعمل بهذا الشكل بشكل عمودي لهذه المنطقة، ونعمل المنطقة تحت الأباط لأنها كلها تابعة على الثدي، بتنفحص جميع الـ4 مناطق تحت الأباط، نشوف إذا في أي إشي، أي نفخة، أي دعدورة، برضو تتوجه لأخذ المشورة الطبية. هذا الفحص لازم، وآخر إشي تعصر الحلمة بهذا الشكل، إذا نزلت إفرازات منها برضو لازم انها تتوجه للطبيب. من طرق الفحوصات الخاطئه للسيده انها مرات بتعمل بهاي الطريقه، هاي طريقه الفحص خاطئه 100%، انها ما بتمسك العضله ما بتمسك الثدي، فبتقول انه عندي كتله وما بيكون عندها شيء، هاي طريقه خاطئه. هاي هي الطريقه المضبوطه في باطن اليد وحركات دائريه زي ما احنا حكينا، انه ما نضيع ولا اي منطقه. وكمان انه تعصيل الثدي خاطئ، مش انه انا يعني وحده تمسك الثدي وتبدا تعمل هيك حتى ينزل المده منه او الدم، لانه بكسر الخلايا. فزي ما حكينا الفحص بشكل دائري، والحلمه نضغط عليها بشكل بسيط نشوف اذا بنزل منها اي شيء. هذا الفحص الذاتي لازم شهريا ينعمل. هلا متى اسمه فحص سريري؟ لما ينعمل من قبل اخصائيه طبيبه او ممرضه متدربه على هذا الفحص. في كل العيادات في كل الضفه فيها ممرضات مدربات لهذا الفحص. تحت 40 سنة كل 3 سنوات مرة لازم تتوجه لأخذ الفحص السريري، فوق 40 سنة كل سنة مرة هذا الفحص السريري اللي هو نفس الفحص الذاتي لكن على يد أخصائي. وزي ما حكينا على الماموغرام فوق 40 سنة كل سنة مرة، وفوق 50 كل 2 مرة. وأنا بنصحهم إنه يديروا بالهم على حالهم، أي شغلة شافوها أي شغلة ما ارتاحوا لها يتوجهوا دائما لأخذ المشورة الطبية، لأنه الكشف المبكر حياة باختصار. كل ما توجهتي وكان عندك المرض في مراحل مبكرة العلاج أسهل، وفرصة أنك تضلك عايشة تكتصل يعني 98% تكتصل ل 100%. شكرا لكم، يعطيكم العافية.